إشي بدي أحكي عن الجمعية الملكية للتوعية الصحية. هي إحدى مبادرات جلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، تأسست سنة 2005 بهدف زيادة الوعي الصحي بالمجتمع الأردني وتمكين المجتمع الأردني من اتباع سلوكيات صحية بكافة شرائح المجتمع المحلي. هلأ الجمعية الملكية للتوعية الصحية بتشتغل على برامج تنموية حتى تزيد السلوكيات الصحية وتساعد المجتمع على اتباع سلوكيات صحية حسب الأولويات الصحية الوطنية بالمجتمع الأردني. مشروع المطبخ الإنتاجي، بلش عندنا مشروع المطبخ الإنتاجي سنة 2015 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، برنامج الغذاء العالمي ومؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية. هدف مشروع المطبخ الإنتاجي هو توفير وجبات صحية غذائية لطلاب المدارس الموجودين بهدول المدارس، وزيادة الوعي الصحي التغذوي للطلاب الموجودين بهدول المدارس كمان، بالإضافة إلى تمكين وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي المحيط بهاي المناطق اللي فيها المطابخ الإنتاجية. بسنة 2015 شرفتنا جلالة الملكة رانيا العبدالله بزيارة للمطبخ الإنتاجي بمادبة، وبتوجيهات من جلالتها ومعالي وزير التربية والتعليم توسعنا بالمطبخ الإنتاجي لحتى نشمل 5 مطابخ. حاليا عندنا مطبخ بمحافظة مادبة، مطبخ بمحافظة إربد اللي هو بمنطقة إيدون، مطبخ بمحافظة عجلون اللي هو بمنطقة بلاص، وفي عندنا مطبخ في محافظة المفرق، ومطبخ تاني بالأزرق. صباح الخير فاطمة، كيف حالك؟ شو عم تعملوا اليوم هون؟ نفرز الخضرة، نختار الحبة المناسبة والكويسة والمناسب وزنها، ومنغسلها ومنعقمها ومنوزعها على المدارس. بلا ما تغسلوها وتعقموها بتجففوها. وننشفها. بعد هيك بتم عنا بالليل بتم عنا تحضير المعجنات، بحيث بيجي عنا الخباز ومساعدينه بيحضروا العجين وبيعملوا الوجبة وبيعملوا المعجنات اللي هي معجنات الجبنة اللي بتم تحضيرها لطلاب المدارس لحتى تطلع تاني يوم الصبح فريش وطازة لطلاب المدرسة. المشروع الطعام الوجبات المدرسية مشروع كثير ريادي، كثير انبسطوا منه الأهالي وطلاب المدارس، وكثير يعني شغلة مميزة بشكل عام للواء وليس لمنطقة بلاص فقط. الوجبات المدرسية لجميع مناطق اللواء، خلنا نقول المناطق النائية، صار أوجدت فرص عمل بالمنطقة للبنات وللشباب. أول إشي إحنا منجيب الفواكه من غرفة التحضير هناك، منعقمها ومنجيبها هون. في عندنا هون البنت بتعبي تفاح، في كمان البنت بتعطيها للكيس اللي بجانبها بتحط فيها خيارة، بعدين بترد تعطيها للبنت بتحط فيها معجنة جوات الخيارة والتفاح. وهون عندنا البنت بتعبي معجنات، بتفرز المعجنة إذا كانت كويسة أو مش كويسة، محمرة مزبوط ولا لا. وعندنا هون بتصل لعند العد، طبعا هون العد كل يوم تعقيم، مسح بترش فيها مادة تعقيم بتخليها 30 ثانية وبتمسح الصندوق من جوا وبتبلش فيها عد عشرات بشكل مرتب. هلأ كل العاملين بالمطبخ الإنتاجي هم معاهم شهادات صحية وشهادات خلو من الأمراض من وزارة الصحة الأردنية، والمطبخ كمان معاه ترخيص من وزارة الصحة، معاه ترخيص من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وكافة العاملين حاصلين على تدريب من مؤسسة معتمدة للهسب اللي هو تحليل النقاط الحرجة للمواد الغذائية، بحيث أنه نضمن أنه ما يصير عندنا أي مشاكل صحية تخص الطلاب بعد ما يوصلهم الوجبات الغذائية. الطالب كان كل اعتماده
على الشيبس البسكوت اللي كان يشتريه من مقصف المدرسة. أما مع التغذية الصحية اللي صارت تتوزع على المدارس، أول إشي صار يتناول الطالب شغلات مفيدة فيها غذاء متوازن، وصار المصروف بالنسبة للأهالي أخف، صار يعتمد اعتماد رئيسي على الوجبة اللي بأخذها، وإذا بده يشتري شغلة بسيطة من المقصف. اليوم بدنا نوزع الوجبات على طلاب المدرسة المشمولين بالتغذية المدرسية. عندنا روضة وعندنا خامس وسادس.